اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خليها سمك النهارده، ولكن السمك معانا له طعم تاني وشكل تاني وفكر تاني في الطهي. معانا سمكه البغبغاء، دي من فصيله الناجل والمرجان، بس لونها يميل للخضار شويه ولونها حلو ملفت للانظار على الشاشه قدام حضراتكم. هنشوف نعملها النهارده مع بعض ازاي. زيت وليمون، طريقه عمل السمك البوري لما نعمله زيت وليمون، ده اشهر طبعا طريقه لعمل الزيت وليمون. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، محشيه خضار مع توم مع فليفر مع توابل لطيفه وجميله. معانا النهارده سمك جزل، الجزل اللي معانا جزل قاروص، هنعملها طاجن بالبرغل. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، او الفريك، انا اسف، معانا فريك، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والفريك بيحب الشريك يا شفيق، الفريك مع الحمام له طعم تاني، ولكن مع السمك بالتاكيد مدرسه تانية. معانا كابوريا، وأز كابوريا، هنعملها النهاردة مسلوقة. البعض بيقول لك الكابوريا المسلوقة بنشرب شربتها ونشم ريحة اليود في طعم الكابوريا بالتأكيد، ولكن نسلق الكابوريا ازاي ونحصل على الفليفر الحلو ازاي، أكيد دي مدرسة تانية. هنخش في تفاصيل أكلة سمك النهاردة، وخليها سمك النهاردة بطعم تاني وشكل تاني وفكر طهوي تاني. طاسة على النار شديدة الحرارة، ومعانا سمك جزل، ايا كان نوع الجزل اللي معايا، ده سمك جزل قاروص. معايا بصل اخضر، حلو قوي، بصل اخضر، والبصل الاخضر مع الفريك حكايه. حلو، نفرم البصل الاخضر ده بالسكينه. معانا الفريك اللي دايما محددين شخصيته مع جوز حمام وبس، او مع فرخه صغيره وبس، انما مع سمك لسه ما شفناش الكلام ده. طاجن الفريك بالسمك. طب اي نوع سمك يتعمل يا شيف؟ اي نوع سمك يبقى الشوك فيه او الحسك قليل عشان الاطفال اللي هياكلوا منه، مع ان انا بحبه بالسمك البولت بتاعنا بيبقى لطيف وجميل وزي الفل. ده بصل اخضر مع بصلية ناعمة من البصل بتاعنا العادي الابيض، فص توم، حلو قوي يا عم الشيف. طاسة شديدة الحرارة، نبص عليها كده زي الفل. هناخد السمك زي ما هو كده، نعمل له الصدمة النارية. الله، أنا عايز ده، هو ده. ده ما بياخدش وقت كبير، أهم حاجة الفريك عندك بتكوني غسلتيه ونعتيه بشوية مية سخنين، لأن النسبة وتناسب تسوية الفريك مع السمك بتبقى طبعًا إيه قليلة، يعني الفريك بياخد وقت كتير في السوى، السمك وقت قليل جدا عكس الحمام عكس الفراخ. طب اعمل ايه يا مغازي؟ الفريك ده يتحط في ميه سخنه بشويه قرفه حلوين وملح وفلفل، ونسيبه شويه وبعدين نصفيه، تلاقي الفريك عندك جاهز كده للاكل. هناخد شويه بهارات على الخلطه اللي انا عملتها، اللي هي بصل اخضر، بصل عادي، وتوم، ونحط البهارات بتاعتنا العاديه اهي، فلفل وملح زي الفل. تمام، الله الله الله، وشوية زعتر كمان. ريحة السمك بدأت تظهر. عايزة تعرفي السمك ده طازة ولا مش طازة ازاي؟ عايزة تعرفي اتضحك عليكي في حالة السمك ولا ما اتضحكش عليك ازاي؟ أقول لك على كلام في سرك. دايما اتعاملي مع السمكة قليلة التوابل، يعني ما تكتريش فيها توابل زي اللي أنا عملته دلوقتي. حطيت السمكة في النار في الزيت من غير توابل. بدأت ريحة السمكة تبان، لو هي بايظة هتبان، لو هي وحشة هتبان. جيب لي جمال السمك كده بعد ما اقلبه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ احنا بنتسلى النهارده. شفت اللون بتاع السمك؟ هو ده، ده من غير توابل خالص، ما فيهوش اي حاجه خالص، خلي بالك. زي ما هو كده. ناخد الخضار اللي عملناه ده كده بايدينا، الله على الريحه الحلوه. شفت شويه الخضره دول زي ما انا شغال كده. بصل اخضر، توم، كزبره، شبت، بهاراتنا، معانا الفريك الحلو بتاعنا ده كتير، ناخد دول كفايه ونقلب دول فيهم. مدرسه مدرسه فولاذيه مغازيه. فريك، يا ويلي يا ويلي، الفريك يتاكل كده والله. يلا بينا يلا بينا، زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. ونيجي هنا يا ويلي يا ويلي يا ابو غزي، وناخد ده كده هنا. يلا العب
هو ده. العب. لسه ما خلصتش. ناخد بعضينا ونشيل كل حاجه من هنا عشان خلصنا شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد معانا بوكيه جرنيه اللي موجود معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يلا بينا. هو ده هو ده هو ده هو ده. شوف بالله عليك بالله عليك بتشوف الكلام ده؟ شوف الجمال ده. هو ده. نسيبه كده يغلى على النار. مش هقلبها ولا اجي جنبها، زي ما هي كده هغطيها زي ما هي عشان السمك تبقى بشخصيته. خلي بالك. نغطيها ولا ما نغطاش؟ غطيها وامسح حوالين البوتاجاز. حلو قوي. مكعب من الزبده. هعمل حاجه كده شبيهه للوايت صوص بس بتتكلم مصري. مكعب من الزبده، قليل من الدقيق، يعني معلقه تقريبا. بس خلاص. حلو. ونقلبهم كده. احنا مخلصين البرغل الفريك عندنا في النار وخلاص. نقلب كده الدقيق مع الزبده لغايه لما الزبده تتعرف على الدقيق والدقيق يتعرف على الزبده ويسيحوا مع بعض بالشكل ده كده. يلا هنسيب كل حاجه وناكل الصوص ده ونغمس الصوص ده ونتدلع مع الصوص ده. هسيب الزبده كده. ايه اخبار الفريك كده؟ ما تبص على الحلاوه دي يا شفيق، ما تبص على الزلزال اللي في الحله دي. ليه ما اديتش للسمك ده حقه؟ شوف السمك، بص على السمك، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. هو ده السمك اهو اهو اهو. يا ويلي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اهو اهو اهو. شوف الابداع الطاوي. عايز كمان؟ حلو. نرجع تاني للموضوع ده. الزبده تسيح ما ينزلش بالبهريز بتاعنا غير لما نتاكد ان الزبده ساحت مع الدقيق وبدا يبقى فليفر حلو. زي ما انا شغال كده. نيجي على قريب النار كده. يلا بينا يلا بينا. شفت التركايه دي مهمه جدا. خلي بالك ايه اللي بتنزل بده. ده فلفل اسود مجروش. حلو قوي. يلا بينا ناخد البهريز اللي معانا ده كده. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب، قلبك يطيب يا غالي. شوف الحلاوه دي، شوف الحلاوه دي. يا ويلي يا ويلي اللي ياكل من الصلصه دي، هيدي ايه للعمر كله. خلص الكلام. بص على السمكه وهي بقى ايه مستنيه. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ لسه ما خلصتش. ناخد السرفيس حلو كده ونغرف السمكه بتاعتنا هنا كده. اللهم صل على النبي. زي الفل تمام. نعمة. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوة، كنت فين من زمان يا حلوة؟ كنت فين؟ الله. زي ما هي كده، ما تعمليش فيها حاجة. حطها هنا بس كده عشان تعظميها السمكة الحلوة دي كده. الله. أنا عارف السمكة دي عجباك، أنت سايب كل حاجة ومركز مع التفاصيل بتاع لحم السمكة. أمال لما تشوف اللي هينزل على لحم السمكة ده هتعمل إيه؟ لا دي حاجة جامدة أوي. خدها أهي، دي عايزها عايزها أهي أهي. أشيلها من هنا أحطها هنا. العب. نقلب الصلصة دي كده. يلا بينا يلا بينا على بلد المحبوب. دلعني بالله عليك يا شيخ، بالله عليك.
تقول لي تسلم ايدك يا شيف. بالله عليك هو ده فص السمكة ده يتغمس ويتغلب بالبهريز ده كده؟ دي فيها خبرة طاوية، خبرة السنين. كم سنة؟ مش هقول لكم. زي ما عملنا كده نغرف الفريق بتاعنا. جاهز؟ مخرجنا عايزنا نروق عليها. ألف هنا وشيفة اللي ياكل منها، صحتين على قلبه اللي ياكل منها. نغرف الفريق بتاعنا عشان وقتنا خلص والكلام الحلو خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الفريق جاهز؟ طبعا جاهز. ناخد الفريق ده كده. الله، بص على الحلاوة بقى، بشوف السمك بقى، السمك اهو نازل سليم ازاي. اهو ده، اهو ده. ايه السمك اللي يتعمل طاجن؟ زي ما قلت في بداية الحلقة، ممكن البولت بتاعنا خير مزارعنا يبقى لطيف وجميل. الحبة نص كيلو او كيلو الا ربع، 700 جرام ماشي. الف هنا وشفا. التفاصيل مع المغازي، التفاصيل في الطاسة، وجبنا الخلاصة. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. عملت ايه يا شيف؟ بدأت طبعا بسمكة لطيفة جميلة، فصيلة الناجل والمرجان، اسمها البغبغاء او الحريت، بتسمى حسب المكان اللي هي فيه. تبلناها بخبرة طهوية بالتتبيلة اللي شفناها مع بعض، وبعدين قطعنا السمكة بشكل طهوي علمي علشان التتبيلة تخش جوه لحم السمكة اللي هو ممكن يكون قاسي، وفي نفس الوقت دخلتها الفرن في درجة حرارة 180. خدت البهريز اللي نزل منها مع خبرة طهوية وجودت شوية لأن معايا وقت مخرجنا كريم، ونزلت بيه على جسم السمكة كده، توجتها بالحب والإيه والجمال. معانا كابوريا وأزأز كابوريا، لو أزأزوني يا أزأز إيه. ومعانا سمكة جميلة لطيفة قطعناها جزل عملناها بالفريك، وقال إيه الفريك ما يحب الشريك، بس مع سمكة حلوة يقول لك عديها المرة دي. يعني نقول رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.